حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت هيئة استثمار محافظة ذقار إن 174 مشروعا استثماريا لم تصادق دائرة البلدية على مخططاتها وكذلك تسليم الأراضي للمستثمرين، الأمر الذي يحد من صلاحية محاسبتهم على خلفية ذلك. وأضافت الهيئة أنها منحت 322 فرصة استثمارية منذ تأسيسها ولحد الآن، منها 64 مشروعاً سكنياً، إلا أن التلقى الحاصل في هذه المشاريع بسبب عدم وجود البنى التحتية والخدمات الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أنه رغم تشكيل فريق عمل مشترك مع المحافظة إلا أن محاولة تحريك هذه المشاريع بطيء على نحو غير مبرر من جهة المحافظة. أعلن مقاولو السليمانية أن 75% منهم قد أفلسوا نتيجة مصادرة أموالهم من البنوك في كردستان العراق. وأعرب المقاولون عن استيائهم من اللامبالاة التي تمارسها الحكومة معهم، منها تعليق المشاريع وعدم العمل بصكوك المقاولين حتى في المؤسسات الحكومية، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد على صرف صكوك المقاولين. احتفظ العراق بالمرتبة الأولى كأكبر مستورد للشاي السيلاني من سريلانكا، حيث تستحوذ سريلانكا على ما يقارب 80% من السوق العراقي بعد أن فقدت الهند حصتها فيه. يأتي هذا في وقت كشف فيه نواب عن وجود إهمال متعمد لمزرعة الشاي الموجودة في أراضي مستأجرة من قبل العراق في فيتنام، والممتدة بحسب المعلومات على مساحة شاسعة، حيث تداولوا أنباء عن قيام متنفذين ببيع البذرة التي تنمو في كل شجرة الشاي في كل موسم بمئات الدولارات، فيما تنفي الشركة التابعة لوزارة التجارة وجود المزرعة أساساً. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض الصادرات العراق النفطية لأكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول انخفضت بمقدار 103,000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 109,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار أكثر من النصف عن الأسبوع الذي سبقه. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة قد تواجه في الأشهر القليلة المقبلة ركودا اقتصاديا وارتفاعا في معدلات البطالة. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين، فإن الركود الاقتصادي سيحدث في الولايات المتحدة باحتمال قدره 63%، رغم أن هذا الرقم لم يتجاوز 50% منذ منتصف عام 2020. وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات لعام 2023 أصبحت قاتمة بشكل متزايد، وأنها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 20%. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.